مبسوطة، الناس كلها بتتحمس من التيم بتاعي. خلصت السيشن اتكلمت بكل حماس، رجعت في الفي اي بي ورا اول واحدة جريت عليها يا امي، بدأت ابص عليها لقيتها بتدمع من الفرح، ودي كانت اول مرة اقول انها حققت حلمي. انا ما حققتش حلمي لما جبت العربية، ما حققتش حلمي لما جبت الفيلا، ما حققتش حلمي لما عملت اي حاجة من الاتشيفمنتس بتاعتي. انا حققت حلمي لما شفت فخر الست دي بيا، ولحد النهارده فخرها بيا، ولحد النهارده وهي بتجري ورايا للباب وتقول لي لا اله الا الله، وتودعني وتقول لي يلا انزل وشد حيلك وانت جامد، وانا مبسوطه بيك ان شاء الله عليك. ده الوقت اللي انا بحس فيه فعلا ان انا حققت حلمي. بس الفكره كلها اكتر حاجه خلتني ابدا البيزنس ده يا جماعه، ان انا كمحمد النوبي كان دايما ابويا بيحكي لي عن الارض الفلانيه اللي كان سعرها كذا ودلوقتي بقت بملايين، اللي كانت بملاليم ودلوقتي كانت بملايين. طول ما احنا ماشيين كده يحكي لي عن الارض دي، عن السفريه اللي هو كان ممكن يسافرها وحياته تتغير بسبب السفريه ديت. وعمك فلان، انت عارف يا محمد عمك فلان؟ اه عارفه، ده ما شاء الله ده هو عنده العربيه ديت والمكان ده ما شاء الله عليه، ربنا يوسع عليه وعياله عايشين مرتاحين العيشه دي. اوكي، بسبب ان هو كنت المفروض نسافر مع بعض، بس هو اللي خد القرار يسافر وانا ما سافرتش. انا ببقى حاسس احساس، هو انت حاج بتذلني؟ تحكي لي ليه؟ يعني انت ليه بتحكي لي ان احنا كان ممكن تبقى حياتنا حلوه بس ما بقتش؟ خبى عليا. فالفكره كلها ده اتعلمت منه. طبعا لما كان بيحكي لي طبعا عن جدي كمان والكلام ده كله، فده اتعلمت منه حاجه مهمه جدا. اتعلمت منه ان انا قدامي حاجه من الاثنين، يا اما امشي على نفس الخطوات بس هاخد نفس الحياه، يا اما همشي على نفس الخطوات بس هاخد ايه؟ نفس الحياة. يا اما لازم اشوف كل الناس دي عملت ايه وامشي على طريق مختلف تماما حتى لو هم مش موافقين عليه. انا عندي نظرية كده انا ماشي بيها في حياتي اسمها خالف تختلف. لما بشوف المجموع بيقول ايه بقول لهم تمام، واروح ماشي انا فين؟ الناحية التانية. ما بسمعش كلام غير اللي نجح، غير اللي عنده قصة نجاح، لان الشخص ده هو اللي خد قرار خلاه يقدر يحقق قصة النجاح دي. فيمكن من اكتر الحاجات اللي اثرت فيا لما سمعت ان في يوم من الايام كان في بنت، البنت دي كانت شايفه امها بتعمل سمك، بتقلي سمك. اوكي، عارفين قلي السمك صح؟ الرجاله عارفين انتوا بتقلوه كل يوم، مش بتعملوا اكل؟ يعني في 60% من الرجاله، في حد يا جماعه زوجته جنبه؟ مين تاني؟ مين زوجته جنبه؟ مراته جنبه؟ ايه رايكم في الجواز؟ حلو؟ طبعا ما انت لازم تقول كده. حلو؟ طبعا. مين تاني يا جماعه؟ مين مش جنبي؟ حلو؟ اكيد. مش جنبي بس حلوه. هي مش جنبي بس الجواز حلو. فالفكره كلها لقيت امها بتقلي سمك، فهي بتقلي سمك كانت بتقطع الراس وبتقطع الديل وبتحط السمكه في القلايه وبتبدا ان هي ايه تعمل السمك يعني. فراحت قالت لها ماما ممكن اسالك سؤال؟ هو انت ليه بتقطعي الراس وبتقطعي الديل؟ يعني ليه ما بتحطيش السمكه على طول يعني؟ قالت لها والله ما عارفه بس انا شفت امي بتعمل كده. فراحت سالت جدتها، يا جدتي هو انت ليه بتقطعي الراس وبتقطعي الديل؟ قالت لها والله يا بنتي مش عارفه، انا شفت امي بتعمل كده. فالفكره كلها ان يا جماعه السمك ممكن يتقلي عادي من غير ما الراس تتقطع ومن غير ما الديل يتقطع صح؟ بس عارف هما كانوا بيعملوا كده ليه؟ علشان شافوا الناس اللي قبلهم بيعملوا كده. لا لسه اول مره. انا خدت قرار ان انا مش هينفع اعمل، انا خدت قرار ان انا هشوف الناس اللي قبلي عملت ايه وخلت حياتهم عامله ازاي وانا همشي في طريق مختلف. بس انا كان عندي مشكله كبيره جدا، ان انا كان جوايا شك، كان جوايا شك فعليا. يعني انا كنت شايف ان مفيش حاجه اسمها نجاح، وانا ابويا دايما بيعلمني يا ابني امشي جنب الحيط، يا ابني على قد الحافه مد رجليك ما تبصش لفوق، احنا حياتنا كده كمل على كده، انت اصلا المفروض كل حاجه تعملها في حياتك انك تتجوز، يعني تبدا تشتغل كتير عشان تتجوز وبعد كده تعيش عيالك، ما تبصش بقى ان انت تبقى غني ومش عارف ايه وبتاع. لان انا من زمان كنت لما بشوف حاجات عربيه مرسيدس فببقى عايز اجيب العربيه ديت، اقوله في يوم من الايام بابا نفسي يبقى عندي العربيه دي، كان بيبص لي بقرف ويشدني، انت فاهم ازاي؟ فالفكره كلها انا اتعلمت ده، فما فيش حاجه اسمها ان انا هنجح، ولو انا عايز انجح انا محتاج سنين على سنيني علشان اقدر اعمل ثروه صح؟ عشان يبقى في ثروه. اوكي؟ ف
فكان جوايا شك كبير جدا ان النجاح في الحياه دي مستحيل. بس اقول لك حاجه، وانا عارف ان الشك ده جوه اغلب الناس، مين يا جماعه بجد نتكلم بامانه، مين مقتنع ان هو ممكن يبقى في يوم من الايام مليونير؟ اقول لك من واقع خبرتي ومن واحد كنت قاعد مكانك، انت بترفع ايدك كده وخلاص، انت مش مقتنع. من واقع خبرتي انا كنت قاعد مكانك لما بدات البيزنس، اتقال كده مين يا جماعه مقتنع ان هو في يوم من الايام يبقى ناجح، مين مقتنع ان هو يبقى مليونير، يبقى 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 يبقى؟ انا كنت برفع ايدي برضه بس انا مش مقتنع. انا مش مقتنع ان ده هيحصل، اوكي؟ فلان انا اتربيت على ده وتعودت على ده. بس الفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها يا جماعه في ان احنا عاملين عرض مهم جدا للناس. عاملين عرض. يعني احنا دلوقتي عندنا البرودكت بتاع اي ام، ايه رايكم في المنتج بتاع اي ام او الخدمه بتاعت اي ام؟ ايه رايكم كده؟ لا انا عايز اسمع الخدمه بتاعت اي ام. يعني تستاهل تحيه عامله ازاي مثلا؟ بجد؟ بس كده؟ طرش الطرش بيخلي الناس، في ناس قاعده هنا بيوتها مفتوحه من البرودكت ده خلاص، في ناس قاعده هنا حياتها بتتغير من ده، في ناس قاعده هنا عامله اتشيفمنت وهتشوفوا ده دلوقتي، اوكي؟ فكخدمه خدمه قويه. طب لما يكون معايا منتج، المنتج ده بيخليني اعمل فلوس كل يوم، مش الناس بتبقى محتاجه ليه؟ صح؟ لازم اجربه الاول، ما ينفعش اقول لحد على منتج الا ما اكون انا ايه؟ نجربه الاول، اوكي؟ طب لو انا جربت البرودكت ده وخلاني اعمل فلوس فعلا، ورحت منزل شويه ستوريز على الانستجرام، فيسبوك، ايا كان، في كام واحد لما يشوف محمد كل يوم فعلا حياته بتتغير بسبب الموبايل؟ بسبب الكوبي بيست. في كام واحد هيدخل يكلم محمد يقول له انا عايز الحاجه دي؟ في ناس، صح؟ في ناس. طب الفكره كلها